دعنا نتكلم عن هيئة الإمارات الجوية من شقين. خلينا نبتدي الشق الأول اللي هو انطلاقا من استراتيجية الهيئة 2017-2021، انطلقنا من رؤية أن تكون هوية شخصية موثوقة. لذلك انطلاقنا ومشاركتنا في هذا الهدف لعدة أسباب. أولا نحن نسعى ومن ضمن أهدافنا الاستراتيجية كذلك أن تكون بطاقة الهوية بطاقة تعريفية كمرجع رئيسي للمؤسسات. لذلك ننطلق اليوم أو مشاركتنا تأتي في هذا الحدث لعدة أسباب. أولا نحن نسعى للتعرف على ما توصلت له التكنولوجيا حاليا، ما هي المشاريع الموجودة حاليا، بالإضافة للاستشراف المستقبلي، ما هي المشاريع، ما هي الأفكار، ما هي البرامج والأدوات المستخدمة أو التي سيتم استخدامها مستقبلا. لذلك نحن نسعى على أن نطلع على أحدث الأمور لتطوير خططنا وبرامجنا للمستقبل. كذلك نحن موجودين لتعريف المؤسسات والأفراد الزائرين لهذا المعرض بالخدمات المقدمة لدينا في هيئة الإمارات للهوية، لتوضيح ما هي الاستفادة من بطاقة الهوية اليوم. دعني أضرب بعض الأمثلة. أولا في هذا المعرض وهو المعني بالبطاقات الذكية والدفع الإلكتروني، بطاقة الهوية في الإمارات ممكن استخدامها لدفع الرسوم ولدفع الخدمات الإلكترونية كما هو مطبق حاليا. على سبيل المثال في إمارة الشارقة قامت دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة باعتماد بطاقة الهوية لدفع الرسوم الحكومية، فهي تجربة ناجحة ونحن نفتخر بشراكتنا مع دائرة المالية في الشارقة. كذلك بعض البنوك اليوم على سبيل المثال بنك المشرق وبنك الهلال، بإمكان المتعاملي بنك المشرق وبنك الهلال السحب من الصراف الآلي باستخدام بطاقة الهوية.